بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو جديد، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحة والهنا وراحة البال يا رب. أوفيائي لفان ديال ليمن ستارز من الجزائر من بجاية، أو ليمن حياة كما تحبوا، عندي اسمين لهنا. يلا جبت لكم وصفة جديدة يحبوها كبير وصغير، شكون ما يحبش يبيني بيان سور هكذا. ونعطي لكم أسرار نجاحها هكذا اللي تجي من داخل خفيفة، يعني فرغة من داخل، هذا هو سر نجاح اللي بنيه تاعنا. ومن الفوق تجي بيان سور ملحمة خفيفة يا البنات، فقط تبعوني طريقة التحضير. وصحاب المشاريع يعني مليح هكذا اللي يحبوا يديروا هكذا مشروع في هذه، يعني هكذا في الصيف كامل، يعني راكم تربحوا يعني به باذن الله تعالى ان شاء الله. ويلا نبداو على لي زانغغيديون في المقادير. يلا عندنا كاس حليب دافي، عندنا 3 ملاعق من الزيت، عندنا بيضه، عندنا هنا 2 ملاعق كبار من السكر، عندنا خميره كيميائيه تاع الخبز، ملعقه صغيره من خميره الخبز والكيميائيه، الملح والدقيق لافارين. نجيب لا ريسيبي لهنا، نجي ندير كاس من الحليب تاعي الدافي، ندير هكذاك 2 ملاعق تاع السكر، ندير ملعقه كبيره من الخميره الخبز، وندير 3 ملاعق من الزيت، وندير بيضه النف بيان سور لهنا افيك لو فو، يعني بيان سور بالطراب اليدوي. لهنا نخلط جميع المكونات اللي درناهم، لازم يا حبيباتي لهنا خذي راحتك، يعني لازم ينزمجوا كامل هذوك على الحليب والبيض والسكر والزيت والخميره الخبز تري تري بيان. الفو باتي الفو باتي تري تري بيان. لهنا بنفس الكاس اللي يلفد 220 مللتر، ندير لهنا دقيق الكاس الاول من الدقيق. لهنا نجيب ملعقه صغيره من البيكين بودر. لهنا بيان سور فقط بالاصابع نحرك هكذا لاباط تاعي، هكذا بالاصابع فقط نخلطوها كل سفنج كل خفاف هكذا، باش لهنا ندخلوها الهواء، ولازم تجينا لاباط تاعنا ناعمه. ولهنا راني نخبط فيها باش يعني ننسمج كامل المكونات اللي زانغغيديون درناهم. لهنا لازم تخوذي راحتك، شوفي كيفاش بيان سور لاباط هذه تجي ملاصقه اكيد. لهنا نضيف الكأس الثالث، وندير ملعقة يعني مشي بومبي يعني ممسوحة من الملح. ولهنا نبدأ نطنفق فقط يا البنات، من عجنوش فقط نبدأ فقط نطمو في العجينة تاعنا، لازم ندخلو كامل لافارين كامل في لاباط تاعنا. لهنا مازال راهي متلاصقة، راني نزيد شوية في الكأس يعني الرابع، لكن راني نزيد شوية 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 حتى نتحصل على اون بات يا البنات تجي يعني. شوفوا لهنا درت 4 كيسان يعني الا ربع، فوالا سا ديبو لا فارين اللي ديريها، لازم تجي متلاصق باش يعني تجينا من داخل فرغه، ما تجيوش لا فارين يا الحباب يا حبيباتي. لهنا نجيبو هكذا شويه نرشوا لا فارين، يعني نديرو هكذا كوتيتي مليحه تاع لا فارين لانها راهي تراس تلاصق، وهذا هو سر نجاح لي بنيه تاعنا. لهنا نبدا ندلك فيها يا حبيباتي، نبدا ندلك فيها هكذاك حوالي 15 دقيقه 10 الى 15 دقيقه، لازم يا حبيباتي الدلك يعني ما كانش كيما خدمه اليد، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، باش نتحصلوا. لهنا يا حبيباتي واحد السخانه راني في لاكويزين، ولهنا قلت لازم نشربها كذا ان جو بارد، يعني حسيت بالسخون بالحراره شديده جدا في لاكويزين. لهنا بيان سور ندير نجيب الريسيبيون تاعنا، ندير هكذا شويه تاع لافارين باش ما تسقناش، نخليها ترتاح يا البنات، لازم ترتاح لنا هكذا، نديرو بابي فيلم كامل ونديرها بالطوغشون، لازم نخليوها ترتاح حوالي 25 الى 30 دقيقه. وعلاش يعني ولا كاين سخانه في لاكويزين تاعك راهي تخمر لك، شوفوا انا تخمرت لي. لهنا نبدا نديغازيها كامل، لاباط تاعي جات هايله، جات يعني بيان ليس كي تعجنوها في اليد يا حبيباتي باليد. لهنا تاني نجيبها في بلون طرافاي تاعي، هنا نرش شويه تاع لافارين، وبدا تاني لهنا قص فقط ما نجمعها، وندير هكذا اون بول كبيره، ونجيب لافارين تاني هكذا. ولهنا كاين اللي يديروها بالحلال، انا درتها بسطها كامل هكذا باليد تاعي، ومن بعد جي اتيليزي لي غولو. وعلاش؟ لان هاد لاباط تاع لي بنيه راهي متلصقه، كي ديري بالغولو انتيا ديري وهي ترجع لك، هي ديري وترجع لك، لا ديريها فقط باليد كيما القصره، ومن بعد بداي بالحلال. ولهنا الحلال ما ديريش من الفوق
ديري في كل الجوانب، ساعه تروحي من الفوق ساعه لتحت، روحي اغاش ساعه تروحي ادوات هكذا باش هكذاك. والسمك يا حبيباتي لهنا حذاري ديروها ماشي خشينه بزاف ماشي رقيقه. لهنا نجيب لو بلاطو تاعي هكذا، فرشت له البابي كويسون يا حبيباتي، جو بريفير لهنا لو بابي كويسون، ما ديروش لا فارين سينو كي ديروها تقليوها لا فارين كامل تدير لكم في الزيت وتحصلوا فيها. اذا لهنا نجيب هكذا، نجيب جيبي الكاس ولا لومبورت بيس، يعني حاجه اللي عندك ديري هكذا دوائر، تحبيهم كبار تحبيهم اصغر هذا يرجع ليك. انا درتهم هكذاك مويان، لهنا نديرهم في البلاطو تاعي بعد ما شكلتهم دوائر. لهنا لاباط اللي بقات لي نجمعها ونخليها على جهه، لهنا فقط ثاني نخليوها ثاني ترتاح يا ابن اخواتاتي، قسمه دير لي تخمر لي ثاني دوائر تاوعي. لهنا بيان سور نسخن، لازم الزيت يكون سخون مليح، وراني واجده لهنا البابي كويسون باش ندير لهم، باش يعني نتخلص من هذاك الزيت اللي درتهم في الكسكس ابخي في البابي ابسوربون، باش نتخلص من هذاك الزيت الزائد. لهنا الزيت لازم يكونوا سخون يا البنات، لازم تسخنوا الزيت من قبل، يعني ما تديروهاش بارده سينو ما طلع منكمش. يعني بسم الله ما شاء الله انا طلعت لي، ولهنا بداو ترميو هكذا الزيت فوقها باش تجي بيان بومبي. كون تشوفوها داخل يا البنات يعني تقولوا هكذا بالونه بالونه، يعني خفيفه داخل ما كانش فارغه، وهذه هي اللي بيني سي بور سلا قلت لكم ما ديروش لا فارين بزاف، يعني يعني الفو سويفي بيان انغريديون، يعني طريقه التحضير والمقادير. لهنا راني نقلي فيهم يا حبيباتي، ولهنا لازم هاد لابانس هذه باش نقطروها من الزيت ونديروها في البابي ابسوربون باش تقطر لي كامل من الزيت. لهنا حبيباتي لي بني بعد ما طابوا لي ما شاء الله جاوا بيان دوغي، نجيبوا السكر تاعنا بيان سور. لهنا بشرط لازم تلصقوها وهي سخونه، وعلاش؟ لو كان ديري السكر من الفوق بارده ما يتلاصقش لك السكر، السكر امبوسيبل يتلاصق لك، لازم هكذاك وهي سخونه دير لها السكر، يعني لازم تكوني سريعه شويه غابيد شويه. اذا لهنا فوالا نبدا ندير لها نغمسها هكذا بالسكر، على بالكم التزيين لهنا فاكولتاتيف، لكن بيان سور لي بيني يعني الطبيعيين ديروهم بالسكر، اما في الداخل تقدري تحشيها سي فاكولتاتيف اختياري، تقدري تحشيها بلا كونفيتور بلا شوكولا تارتيني، تقدري ديريها تحشيها بال كومون ديراج بلا بلا كريم باتيسيير، تحبي تخليهم هكذاك هكذاك. لكن الوصفه يعني الحقيقيه او الوصفه يعني الطبيعيه هي بلا كونفيتور، يعني انا شخصيا نحبهم لا كونفيتور من عند ربي. اذا لهنا شوفوا لهنا راني فتحت لكم يعني وحده يعني على المباشر، شوفوا كيفاش يعني داخل هايله. لهنا كيفاش عجنتها، كيفاش يعني لازم تخليوها ترتاح، يعني هذه الاسرار في النجاح. قالت لي وحده، قالت لي ليمن، واحد الاخت قالت لي ليمن درتهم بصح لاباط داخل عجينه، قلت لها باسكو ما درتيش 1 2 3 4 يعني يعني واش قلت لكم دوكا. شوفوا لهنا يا بنات نجيبوا هكذا المقاس ان سيزو، لهنا نثقبوها في الوسط ونبداو نديروا فتحه صغيره هكذا هكذا فتحه، ونديروا هكذا نجيبوا ميت كويير اكافي ونبداو نحشيوها بلا كونفيتور ونديروها. شوفوا كيفاش يعني خفيفه خفيفه ريشه، عبالك تاكلي وحدك كلي ما كليتش. يلا للحق لهذه المرحله، ديروا من فضلكم جيم جيم، ما تنسونيش في الجيم اللايك من فضلكم، جزاكم الله خيرا، وبارطاجيو لا فيديو بارطاجيوها او ماكسيموم. لهنا بعد ما حشيتهم كامل فوالا، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بالصحه، ولهنا نتمنى هذا الفيديو يعجب لكم خواتاتي حبيباتي، نحبكم في الله. شكرا بوغ لي جو لي كومونتير، شكرا للمشاهدات الجميله الرائعه جدا، القاكم الى فيديو اخر، سلام، جود نايت، ميرسي.